عشان بس نكسب اكبر وقت ممكن. معانا اتصال تاني من ساندي من مصر. الو. ايوه. ازيك يا ساندي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بحبك قوي على فكره. ربنا يخليك يا ساندي. احنا بنحبك جدا اكيد. ربنا يخليك. إيه ممكن اكلم مروه؟ تمام يا ساندي معاكي. سريعا بقى سريعا يا ساندي عشان عايزين نكسب وقت كتير. طيب طب ممكن اخد بس رقم تليفونك؟ طيب ده في الكنترول بقى يدهولك مش هينفع على الهوا كده. بس قولي سؤالك للناس كلها يعني ممكن سؤالك الناس ثانيه تستفيد منه فقولي لنا ايه السؤال. طيب بصي يا ساندي خشي على الانترنت اكتبي مروه رخا هتلاقي الجروب بتاعي او خشي على الفيسبوك مروه رخا اوفيشال جروب. اوكي هتلاقي ايميلي وهتلاقي كل الكونتاكت انفورميشن بتاعتي. اوكي شكرا يا ساندي جدا. ندخل بقى في القصه اللي بعدها فيري كويكلي. القصه اللي بعدها بقى قصه مستفزه جدا. شايفين الويب سايت اوكي طيب قصه مستفزه ركزوا عشان انا اتعصبت جدا 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 انا حطاها جبر خاطر البنت. اوكي بصوا بقى مشمشه دي بتقول لي مشمشه ولا واحده ثانيه؟ هم كلهم واحده كلها النيك نيم عشان الناس ما تفكرش الناس كده. فمشمشه دي بتقول لي ان هي اتخطبت لواحد كانت بتحبه جدا وهو كمان كان بيحبها وسابها بعد 10 ايام من الخطوبه من غير ما تعرف السبب. بعد كده بطريق غير مباشر عرفت ان هو سابها لان هو بعد ما دخل بيتهم بعد ما خطبها لقى ان في فرق في المستوى الاجتماعي والثقافي وان عائلتها اقل من عيلته. وغير كده كمان هي كانت في كليه او معهد تربيه موسيقيه وهي دلوقتي فقدت الثقه بنفسها وفقدت الثقه في الناس اللي حواليها ومش عارفه تعمل ايه وهي لسه بتحبه وحاسه دلوقتي انها اتخدعت ومتضايقه اخر حاجه. هو ما كانش يعرف اللي بتجيبيها البنات المظلومين واللي هم اللي مستواها الراجل المظلوم يبعت على طول على طول. انا بتاعت المظلومين. يعني هو ما كانش يعرف ان هي مستواها اقل منه غير بعد الخطوبه. ادي سؤال يطرح نفسه. برافو. رايك ايه؟ تمام. محتاجين نعرف الاجابه سريعا جدا. طيب دلوقتي مشمشه دي انا متضايقه اول حاجه بالطريقه اللي حصل بيها السيبان. المفروض قبل ما نخش بيوت الناس ونقول خطوبه ونلبس دبل والكلام ده كله ناخد معلومات وافيه. بعدين كان في زمان كده تقليد ان لما بيجي حد يتقدم لحد او واحد يخطب واحده يقول له هسال عليها. هسال عليها اني اعرف هي ساكنه فين ابوها ايه بيشتغلوا ايه بيقبضوا كام يعزته كده في الشغل حد بيقول العاملين يجيب له مرتب بيحصل يعني. فالطريقه اللي هو سابها بيها طريقه محرجه جدا وانا يعني ما عنديش غير ان انا اقول لها ما يتبكيش عليه. وبعدين ما فيش حاجه غلط في معهد التربيه الموسيقيه ومفيش حاجه غلط في مستوى اهلك ولا في بيتهم والتفكير اللي بالطريقه دي تفكير سطحي لان معنى ان انت بتقولي ان انت كنت بتحبيه وهو بيحبك ان كان في توافق فده كان في توافق عقلي وتوافق فكري فالكلام ده كله تحقيق وتنكيك. ما اتخطبتلوش ربنا نجاها ان هي كانت تتجوز من ربنا كانت هتلاقي مشاكل اكتر من كده كتير. حاجه غلط فهتبقى على طول غلط. مره انا سعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده والمره الجايه بقى تجيب لنا مشاكل ما يكونش بنات برضه هم اللي مظالمين. دايما معاكي بيجري بسرعه بجد يعني بجد احنا متضايقين بس ميرسي ليكي المره الجايه وجودك معانا والاسبوع الجاي ان شاء الله نحل المشكله دي والمشاكل الجايه كمان. اوكي عندنا ايه دلوقتي يا كريم؟ عندنا دلوقتي فقره الاجنده معانا النهارده ايفنت هتحصل في مصر وسعوديه. هروح فين النهارده؟ النهارده في الواقع هروح البيت لان انا تعبان جدا. مروه انت رايحه داخل على دور برد. هنروح نشوف الاجنده ونرجع تاني نكمل روتانا كده.